الطلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مقرر تكنولوجيا الصحافة والطباعة للمستوى الثاني صحافة. بنستكمل مع بعض المحاضرة السابقة والتي تدور حول اقتصاديات المطابع الصحفية. درسنا في المحاضرة السابقة عن التنظيم الإداري للمطابع الصحفية وكيف نختار المطبعة الصحفية. نتحدث اليوم عن مستلزمات الطباعة وتكاليف الطباعة، ثم نفرد محاضرة قادمة إن شاء الله عن الطباعة التجارية. إذا تحدثنا عن مستلزمات الطباعة فسنتحدث عن الورق وعن الأحبار وعن اليد العاملة. العمل الصحفي بيستوجب متابعة الحركة اليومية في المؤسسة أو المطبعة، خاصة حركة المطبعة وكميات الطبع وكل ما يتعلق بخطوات طرح الجرائد في الأسواق. زيادة على ذلك، فإن الصحافة هي صناعة ذات طبيعة خاصة، لأن الجانب المعنوي يرتبط بالجانب المادي ارتباطا وثيقا، فالمطبعة والورق والأحبار تعمل مع الفكر في كل عدد من أعداد الصحيفة، ومن ناحية أخرى ترتبط هذه الصناعة بمصلحة الجماهير الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتؤثر هذه الخصائص على اقتصاديات هذه الصناعة، ومن ثم على هيكل ونمط الإيرادات والتكاليف. تستلزم طباعة صحيفة معينة عدة أشياء، يمكن حصرها في الحبر والورق والألواح الطبيعية والأفلام الحساسة واليد العاملة والأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب المبيعات التي تتضمن بيع الدشت المتخلف من المطابع والقصاصات والخرز. في هذا الصدد سنركز على 3 عناصر تعد من بين الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في طباعة الصحف، وتتمثل في الورق والحبر واليد العاملة. أين نجد تكاليفها متباينة؟ فغياب هذه المواد الأولية أو نقصها في السوق يؤدي إلى غياب الصحف عن الانتشار وعن التوزيع، فلذلك لابد من توفير الورق والأحبار بشكل يعني سريع ودائم، بالإضافة إلى اليد العاملة. أول مستلزم نتحدث عن ورق الصحف. الورق هو المادة الأولية الأساسية التي تستعمل في طباعة الكتب والصحف، وتعد الصين أول بلد في العالم ظهرت فيها صناعة الورق، وهي الصناعة التي نقلها العرب إلى الأندلس في القرن 11. انتشرت بعد ذلك في معظم البلدان الأوروبية، وبلجيكا أول بلد أوروبي ينشأ فيه مصنع للورق، وكان ذلك عام 1198. في نهاية القرن 18 تطورت صناعة الورق، وأصبحت تقوم على استخدام نبات الحلفة الموجود في الجنوب الجزائري، ثم خشب بعض أنواع الأشجار. أما عن صناعة ورق الصحف فإنها تتواجد في البلاد ذات الطقس البارد، والتي تتوافر فيها الغابات ذات الأشجار الغنية باللباب، وتتركز في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، على اعتبار أن الدول المتطورة تتمتع بثروة غابية معتبرة، في حين أن أفريقيا وآسيا تعاني من نقص الورق، وهو ما يشكل عائق كبير أمام تطورها الثقافي وبالضرورة على تطورها الاقتصادي والاجتماعي. إيه المواصفات الفنية الجيدة لورق الصحف؟ تعتمد في الأساس على المكونات الأساسية ونسبة كل عنصر منها إلى العناصر الأخرى. أهم هذه العناصر هو لب الخشب وكميته ونوعه ودرجة نقائه. أما عن العناصر الفنية فهي في الأبعاد، وتشمل الورق درجة الرطوبة والكثافة، وأيضا خواص السطح، وتشمل خشونة الورق وصلابته ومساميته لامتصاص الأحبار، بالإضافة إلى الخواص البصرية، وتشمل مقاومة التمزق ومقاومة الشد والانفجار. كل هذه العوامل تتطلب قيام المؤسسات الصحفية بمراقبة
واختبار جودة الكميات المستوردة من الورق حتى يمكن الحصول على الورق الأفضل، وعدم هدر إمكانيات المؤسسة أو شراء ورق غير صالح للطباعة عند عدم مطابقته للمواصفات. بالإضافة إلى أن عملية الشراء الجيد للورق إذا لم تدار بشكل جيد ستحمل المؤسسات الصحفية خسائر هائلة، وبالتالي فإنه لابد أن يكون لدى القائمين على هذه المؤسسة الصحفية معلومات دقيقة عن الكميات المطلوب شرائها بدقة، حتى لا تتعرض لفات الورق من التخزين إلى التلف والإهدار. بالإضافة إلى أن هؤلاء القائمين بعملية الشراء لابد وأن يجروا دراسة لإمكانيات الآلات المستخدمة من حيث سرعتها والمقاسات الورق ونوعيته التي تتناسب مع هذه الآلات. غير أنه توجد مشكلة مهمة، وهي عمليات نقل الورق من الميناء إلى مخازن الصحيفة، حيث تتعرض لفات الورق إلى أخطار تؤدي إلى إحداث أضرار بالغة بالورق، مما يتطلب إعداد مخازن مهيئة ونقل وتخزين الورق مع التركيز على معالجة درجة الرطوبة بالمخازن حتى لا تؤثر على جودة الورق. إذا انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي الأحفار. الحبر هو المادة اللزجة التي تتولى نقل الأشكال الطبيعية إلى الورق، وينطلق ذلك على جميع طرق الطباعة الرئيسية. ويتكون الحبر من الصبغة المسؤولة عن لون الحبر والناقل الذي تمتزج به الصبغة، وظيفته نقل الصبغة إلى الورق ولصقها به. والمجفف هنا يساعد الحبر على الجفاف بعد الطبع ولا يبقى له أثر أو يتلاشى أو تتسخ به الأيدي عند تصفح الصحيفة. لذلك لا بد أن يجف الحبر على الورق بعد الطبع تجنبا لجفاف. يعتقد أن المصريون هم أول من عرفوا الأحبار وصنعوها، بحيث وجدت في بعض المومياوات ملفوفة في أسواب من الكتان، وقد دون عليها أسماء أصحابها بأحبار صنعت من أكسيد الحديد. ثم صنع المصريون الحبر من الغراء، أما الصينيون فصنعوا الأحبار من زيت الحبوب ولحاء الأشجار. يوجد نوعان من الأحبار، هما أحبار أولية وأحبار ثانوية. الأحبار الأولية هي الأصفر والأحمر والأزرق، أما الثانوية فتنتج بمزيج لونين من هذه الألوان الأساسية كالأصفر مع الأحمر الذي يعطي اللون البرتقالي. وفي الوقت الحالي تصنع أحبار الطباعة من العديد من الأصباغ الملونة التي غالبا ما تكون مواد غير عضوية مختلفة الألوان لا تذوب في الماء، ويكون ذلك بطحن هذه الأصباغ وخلطها مع الزيوت. وتختلف مكونات الأحبار باختلاف أنواع الطباعة، فنجد أن الأحبار المستخدمة في طباعة الأوفيس تكون أحبار ذات لزوجة عالية ومقاومة شديدة للأحماض وتجف بالحرارة. أما بالنسبة للطباعة الغائرة فهي أحبار قليلة اللزوجة حتى تنساب داخل المناطق الغائرة لسطح حمل الأحبار. ومن بين مستحدثات الحبر نجد أنه أصبح سائلا مع الأوفيس بعدما كان دهنيا. النقطة الثالثة وهي اليد العامة. في كل دول العالم نجد أن إحصائيات العمل في الصناعات المطبعية تشهد على أن هذه الأخيرة يعرقلها نقص يد عاملة مؤهلة. أما رواتب العمال المطبقة فتعتبر من بين الرواتب الأكثر ارتفاعا في كل بلدان العالم عدا الدول النامية أو بعضها. المشكلة الوحيدة التي تقلق هؤلاء العمال هو الترقية والإبقاء على العمال في المهنة. يظهر لنا جليا أن العمال في المطبعة يتمتعوا بمكانة مميزة، مما يجعلهم يمارسوا ضغوط على المؤسسات الصحفية، فمجرد أي إضراب قصير يمكنه أن يشل حركة المطبعة وبالضرورة توزيع الصحيفة على القراء إن لم تقل مصداقيتها وتستمد قوتها
من قوة النقابات والتنظيمات العمالية التي تنشط تحت لواء. اليد العاملة الخاصة بالمطبعة بتمثل في المؤسسات الإعلامية حوالي من 20 إلى 40% من مصاريف الأجور، وما يقارب 50% من تجهيزات الجريدة. في هذا السياق هناك عدة عوامل تفسر وزن عامل الورق والسرعات التي يخلقها العمال منها في المطبع. وجود العمالة الماهرة في المطبعة من شأنه أن يطور العملية الإنتاجية ويعزز من مكانته في سوق الطباعة، كما يروج لها لاستقطاب زبائن جدد، الأمر اللي بيدعم إيرادات ويغطي تكاليف المواد الأولية المرتفعة. ولعل المستفيد الأكبر في كل هذا هو الصحيفة المالكة للمطبع، بحيث هتحقق أرباح أكبر وتكون أوسع انتشارا على المستوى الجغرافي، ويمكنها من منافسة مثيلتها من الصحف. بصفة عامة، الحبر والورق واليد العاملة تمثل المستلزمات الأساسية لطباعة الصحف، إضافة إلى التجهيزات والمباني والوسائل الأخرى، وتكلف أموالا ضخمة للمؤسسات الصحفية التي تعمل جاهدة على توفيرها حتى لا يتعطل عمل المطار. إذا انتقلنا إلى نقطة جديدة وهي تكاليف الطباعة، سنتحدث عن الخامات وعن اليد العاملة والأجور وعن المصروفات الإدارية. ولكن قبل التطرق إلى تكاليف الطباعة، لابد من الإشارة إلى أهمية تكاليف الإنتاج اللي بتعد ميزة مشتركة في كل الدول وفي كل أشكال الصحافة. فهي تجمع ما بين استثمارات في العتاد أو التجهيزات أو نفقات المواد الأولية أو تكاليف الأجور. الصحيفة يمكن أن تظهر من خلال مظاهر الإنتاج الصناعية للاستهلاك اليومي، ويتعلق الأمر بمضاعفة النسخ، غير أن حجم الجمهور المستهدف هو الذي يتحكم في التوزيع، أي أن الكميات المنتجة لها وزن معتبر في البنية وفي تطور التكاليف، وعوامل أخرى تدخل في هذا الصدد مثل المحتوى، عدد الصفحات، نوعية الورق، الشكل، أسلوب الطباعة المستخدم، الاستراتيجية المنتهجة. وبالتالي فإن هذه الاستثمارات المتعلقة بالطباعة تمثل مصاريف مرتفعة في شراء العتاد أو آلات الطباعة، عدد الصفحات، السرعة المتوخاة. ومع دخول المعلوماتية إلى الطباعة انخفضت التكاليف، ومجمل الاستثمارات أصبحت تحقق من 3 إلى 5% من المزاد. تعتبر تكاليف الطباعة جزء لا يتجزأ من مصاريف أي مؤسسة صحفية التي تسعى إلى تغطيتها عن طريق مواردها المالية التي يمكن حصرها في 3 أبواب، وهي الموارد من المبيعات، والموارد من الإعلانات، والموارد من مخلفات ورق المطابع. وهناك باب رابع، إن أغفلته الجريدة تخسر كثيرا، وهو استخدام المطبعة كطاقة لطباعة الكتب، ودي هناخدها في الطباعة التجارية. فطالما أن آلات الطباعة قادرة على طبع الجرائد، فهي أيضا قادرة على طباعة الكتب. لو احنا صنفنا التكاليف في الصحافة اليومية، هنلاقي عندنا تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. الثابتة بتشمل النفقات العامة الثابتة للمؤسسة التي لا تتأثر بعدد النسخ، كالنفقات الإدارية، كإيجار المباني، كالأجور والمصاريف التحريرية، نفقات الريبورتاج، نفقات التلغراف، الوكالات، نفقات قسم الإشهار، وأهم أقسام الإنتاج والتركيب والتصوير. أما النفقات المتغيرة هي الناتجة عن الطباعة، مثل التوزيع وعن الورق الذي يمثل أهم كلفة، إضافة إلى أجور العمال المكلفين بآلات الطباعة، والعمال المكلفين برزم الصحف المرسلة، وأيضا تكاليف الإشهار. هذه التكاليف لا شك تتغير من بلد لآخر حسب إنتاجية كل مطبع،
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها القوة النسبية للنقابات وحداثة الآلات المستعملة وحجم الصحيفة وأيضا عدد الطبعات في اليوم، كما أن التكاليف مرتبطة بالعمليات الأساسية للطباعة وتنظيم. تتوزع تكاليف نشاط الطباعة الصحفية على العناصر التالية: أولا، تكلفة الخامات الرئيسية والمستلزمات الطبيعية ومواد الإنتاج الصحفي كالورق والأحبار والمواد الطبيعية والكيميائية المستخدمة في عملية الطبع. أيضا، تكلفة عنصر أجور العمالة الفنية في أقسام الطبع والمصروفات الإدارية الخاصة بأقسام الطبع. إجمالا، فإن تكلفة الطباعة بتعد تكلفة ثابتة في أحد جوانبها الذي يشمل أجور العمال بها وإهلاك الآلات والإيجارات والأدوات الكتابية، بالإضافة إلى نصيب قطاع المطابع من تكاليف إدارية مشتركة وخدماتية بالمؤسسة الصحفية. كما أن هناك تكلفة متغيرة في الجانب الآخر بيخص تكاليف ورق الطبع والأحبار والمواد الطبيعية المستخدمة وعدد الدورات الماكينات، فكلما زادت الكميات الموزعة من الصحيفة انخفضت تكلفة النسخة الواحدة من تكلفة الطباعة عامة، وهي نفس القاعدة التي تنطبق على تكلفة التحرير التي سبق أن أوضحناها سابقا. من المفيد أيضا أن ننوه أن تكلفة ورق الصحف من بين عناصر تكلفة الطبع ما تزال تشكل نقطة الارتكاز في هذه النفقات باعتبارها الغذاء اليومي للصحافة المطبوعة، حيث تشهد أسعارها العالمية زيادات كبيرة بما يشكل عبء كبير على اقتصاديات المؤسسة الصحفية وإدارتها، والتي تتخذ مبررا في أحوال كثيرة بزيادة سعر بيع الجريدة أو المجلة للجمهور، وهو ما حدث في مصر أكثر من مرة. من ثم تعد تكلفة الورق تكلفة متغيرة، حيث تزيد من زيادة كل نسخة من النسخ المطبوعة في الجريدة أو المجلة، حيث أن تكلفة النسخة الواحدة الموزعة لابد وأن تدخل فيها تكلفة الورق المستخدم في طبع جميع النسخ بما فيها النسخ المرتدة التي تنخفض قيمتها عند بيعها لإعادة تصنيعها أو لاستخدامها في استعمالات أخرى متنوعة. في نهاية أشكركم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد في محاضرة قادمة إن شاء الله.